السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا للعبة ليج اوف ليجند، مباراة جديدة بالشامبيون هيكارم بالجنجل. طبعا هذا الشامبيون هو شامبيون يعني اللي عم بيعطينا أجمل المباريات بسلسلة الرابطة البلاتينية. طبعا يمكن السبب لأنه هالشامبيون طريقة سحورته، يمكن لأني أنا بيناسب أسلوب لعبي، ويمكن لأنه طريقة سحورته هو يعني فيها نوع من الحماس رهيب. يعني شلون بيفوت على علقات معينة، شلون بيقلب علقات معينة، شلون ميكانيكية هذا الشامبيون بسيطة لدرجة إنه معقدة. ها طبعا هاي الجملة كثير اللي أنا قلتها ما حدا بيفهمها ولا أنا حتى فهمتها، بس خلينا نقول إنه هي بسيطة لدرجة إنه معقدة. بالنسبة لفريقنا عنا كاسيوبيا توب وكينن ميد، يمكن كينن يكون توب وكاسيوبيا ميد. فين مع أليستار حيكونوا بوتلين. طبعا أنا ما بعد ما نقيت هيكارم قمت عن اللعبة، بقى ما بعرف شو صار بين كاسيوبيا وكينن، ما قريت الشات. يعني فتحت كنت عم شوف القناة شوي، عم شوف الكومنتس تبعات المشاهدين، عم حاول رد على انا هيك بحاول ساوي دائما بين مباراة ومباراة، بفوت على المباراة بنقي الشامبيون وبطلع بصغر الصفحة تبع المباراة او النافذة تبع المباراة وبنقي شامبيونات، وعفوا وبرد على الكومنتس لبين ما تبلش المباراة وهكذا. طبعا ما في شيء مميز كتير حيكون بهالمباراة كبداية كأي شيء. جنجل نظامي، هنلعب بالجوست هالمرة. طبعا أنا واحد من العالم اللي بيحب يشكل بهيكارم حسب المباراة، ما بقدر أنصح أي حدا إنه والله يلعب دايما جوست أو دايما فلاش، حسب مين ضدك. نعم مين ضدك. أمثلة ما في كتير أمثلة أعطيها، غير إنه أقول مثلا فريق مثل هاد اللي هو ترندميري توب، أودير جنجل، داريوس، ما عندي فكرة وين. يمكن تريندميري ميد، اي بي تريندميري، والله هلا نشوف والله ما انتبهت. وكيت مع ثريش بوت. طبعا ضد هيك فريق ممكن تروح على السرعة. ضد فريق مثلا فيه جارفان مثلا، بتحتاج لفلاش لانه جارفان بيقدر يعمل التيمت بيخليك مو توقف عن الحركة، بقى انت بتنط بالفلاش برات التيمت تبعه. هاي عم بعطي امثلة انا، حسب الشامبيون اللي ضدك بتروح. منقول جود لك هاف فن لفريق الخصم. منغير اللغة، كنا كاتبين بالعربي هي طلعت بالعربي دي مدري شو. جود لك هاف فن، ومنقول سمايت ليس بلو بليز لفريقنا. طبعا نقول لكنن اذا بيقدر يجي لهون بشكل سريع. انا بحاجة كنن كتير، هنشوف شو حيصير. يبدو انه داريوس هو اللي بده يروح ميد، انا ما انتبهت، او توب والله ما بعرف شو حيصير. بكل الاحوال لنشوف شو بيصير، ما بتعرف ممكن تكون خدعة من الخصم كمان. نبلش على هالبلو هاي. وخالص البلو طبعا كان بدها لسه ضربة من كينن، بس ما مشكلة. اوه لاعب داريوس هون، اللاعب داريوس هون، بعطي اشارة عليه. بعطي اشارة لكينن انه تعال على داريوس، بيستعمل هو سحر السرعة. كينن ما له مركز معنا تمام، هرب. خلاص خلاص خلاص، هروح على الريد بالوقت الحالي. طبعا ارتحنا انه داريوس ما عاد معه سحر السرعة، وهذا الشيء ممكن يريح كينن اكتر اذا كان هو خصمه. ليكو شو الجنجل، ادير ادير ممكن يجي لهون. تعال نستعمل بوشن 520. طبعا هاي شوف هون شو الوضع، لسه ما بدي اسرع. فيرست بلاد بالحارة التحتانية، ما بعرف شو عم بيصير. بعدين دبل كيل، اوه على البداية دبل كيل وفي، يا ساتر يا ساتر، دبل كيل وفيرست بلاد على مين؟ على الايدي كاري، او لا ترى لصالح الايدي كاري. هون ما في شيء فينا نساويه، نرجع بشكل سريع من كيو.
بدي احاول ساعد الحارة التحتانية، نشوف شو بصير. شوف شوف دفشون شو خيالي، هياخدوا تاور. حاول اعمل شي. طبعا هنا عنده ميزة انه بيقدر هاد اللاعب يسحب هاد، بقى ليكو بهي السحابة استعمل سحر التسريع تبعي بضرب اللاعب كيت وبضربها ضربة تانية وكيو وباخد عليها كيل. وبحاول اضرب الثريش، بموت من التاور يا حرام يا حرام، اتوقع تموت بضربة واحدة من التاور، بس يعني حاولنا. الثريش اللي اخذ الكيل ما في مشكلة كبيرة، اخذنا هاي وناخذ بوت وبوشنات. مين اللي مات هلا؟ كاس او تريندميري ربحان النص. كان المفروض يربح التوب خصوصا بالليفلات الأولية. يعني كاسيوبيا بتموت للمرة الثانية، حاول نهجم على فريق الخصم، اثنين عم بيقاتلوني، حاول ازعجهم شوي وبرجع وبقدم وبضل على هالحركات هي على امل انه التاور يلقطهم بشي ضربه. اللاعب ودير عم بيحاول يعمل لي شيء بس ما فيني فوت عليهم هيك اثنين سوا، لانه باكل ستان ودمج عالي، لانه اثنيناتهم هيفي دمج يعني كاي دي او كميلي عفوا. نروح لهون على هدول. ما انا ما عاد في كتير. بس هيك حابب اكشفها مشان الكول داون تبعها. اضربوا لثريش شوي وبيهرب بفلاش. اف ثريش هرب بفلاش، ما بعرف شو فكر، فكرنا انه كتار عليه او شي. ليكو عم بياخد الورد ليون، اخدها فعلا. نروح لنساعد كاسيوبيا. كاسيوبيا شامبيون صعب كتير جدا، يعني له مدرسة مدرسة. يعني بعتقد شامبيون مثل كاسيوبيا وشامبيون مثل تويستد فيت هدول ما حتشوفوني عم بلعب فيهم بالحلقات القادمة نهائيا، لأنه هدول بدهم تدريب كورس. يعني تدريب مكثف كتير قوية. ننزل مرة تانية لتحت. في وورد هون شافونا، نروح على الجولم. تعالوا نطمن على الايدي كاري 19 يونت، كيت 31. شوف الفرق، شوف الفرق. وكيت مع كيلتين، والله وضعنا خسران بهالمباراة لهلا. كان هو الامل. وكاسيوبيا بتموت ميت مرة تانية. هي بحاجة وولز على ما اعتقد. بدفشوا لا ادير على التاور وبضربه هيك وبرجع وبضربه هيك وبرجع بفوت عليه تحت التاور بياكل كم ضربة. هذا كل شي فيني ساوي. نعم كل شي فيني ساوي. حاول ناخد هالولفز بشكل سريع. ودير ليفل 6 كتير. نرجع على القاعدة بعد ما نحك عيننا. وكانن هو اللي عم بيعمل فارمينج جيد، هو الأمل الأكبر. بدي الالتيمت بقى، الالتيمت مشان نقدر نفوت على هذا. بس هو كمان الالتيمت تبعه مزعج جدا، هذا الشامبيون يعني. هروح على الريد والله وانزل لتحت. كاسيوبيا نازل لتحت بيخلص الريد على السريع وانزل ساعد. انا كمان بعتقد حيصير معي التيمت. لا ما حيصير معي، لا بنشوف.
صار معي التيمت منطلق بأقصى سرعة، بلش المعركة. علي ستار عمل دفشة، كاسيوبيا ماله هون، بس يعني منطلق بشكل سريع على كيت وفوت عليهم. اوه بتستعمل فلاش لتهرب من الالتيمت تبعي، بحاول ساعد هون ضد اللاعب تريندميري اللي هو هلا عم يحاول يهرب، وبستعمل السرعة تبعي بس هو هرب خلاص. بحاول اضرب اللاعب ادير، ازعجه شوي هو حيضربني، حيفكر انه قاتلني. هون تجي القصة بقى بايد اللاعبة كاسيوبيا. يلا يا كاسيوبيا بطقت لك يا لا 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 يا تور، ليش ما بعرف شلون اجى. يلا يا فين، فين ما معه التيمت هذا اللاعب. لا تري ضربة دبل كيل لترند، ما بعرف اذا بيموت ولا لا، مات. كاسيوبيا بتموت، بتموت، نعم بتموت. يا الله علقة غير ناجحة بالنهاية، علقة غير ناجحة بالنهاية. هذا اللاعب مخيف، الفارم تبعه 2-9. كيف بدنا نعود لهالمباراة؟ حتى راح شايف انه اللاعب كنن ماله كل هالقد ربحان التوب. اللاعب ودير بيشوفني وبيهرب طبعا. انطلق هيك بشكل سريع. بعتقد انه لازم اخذ البلو لانه كاسيوبيا عم تموت بسرعة، بقى خليني اخذ البلو. حاول انا اعمل جانك، مباراة مو مستحملة. تريندميري بيفوت على كاسيوبيا وبفوت عليه بدفشة وضربة ونحاول نزعجه، بيستعمل السرعة تبعه وبيجي ودير. ودير بيفوت على العلقة، بحاول ازعجه، بيضربني ستان، نعم بيضربني ستان. بحاول اضرب سحري وبحاول استعمل السرعة تبعي، ويلا يا التي ما صف معنا التي، نضرب هذا اللاعب. حاول نقتل اللاعب ترند. ترند بيستعمل التيمت تبعه ولازم يموت ترند، خلاص خلاص ترند لازم يودع ببويزن. يلا 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 ضربة تانية خالص وماخذ عليه اسيست. يا سلام طاق كاسيوبيا 17، نعم 17، منيح اخذنا الكلات، منيح منيح منيح. اشتري تشين، والاحلى من هذا كله انه كاسيوبيا اخذت البلو والريد هلا مع بعض. انطلق هيك بشكل سريع، روح الحارة التحتانية. هذا المخيف والله، لازم نساعد تحت أكثر ما يمكن. فين راجعة؟ انطلق بشكل سريع. أوه يا علي ستار على هالعملة اللي عملتها يا علي ستار، على العملة اللي عملتها يا علي ستار، على هالعملة اللي عملتها. ضربت التيمت تبعي على كيت قام راح نطح لورا، يعني حرام. هون كاسيوبيا لاحقين اثنين ترند ودير، والله كومبو قوي هن، بس ما انه كومبو ينفع يعني بالطريقة. خلينا نكمل المباراة ونشوف، ناخذ رجع خلص بلا بلا للجولم. اذا بده يعملنا كل فريق الخصم هون اثنين اثنين هون، وتطور طاقته قليلة، ويمكن يكونوا واقفين بين الأعشاب ما بعرف. نضربوا لهاد، ندفشوا لهون. يلا يا فين، فين شو عم تساوي؟ تحول فورا على كيت، ننطلق. ما بتوقع معه فلاش، استعملته بالعلقة الماضية، نضربها وماتت. ونفوت على ثريش، والله نفوت على ثريش. بنطلق انا تشارج سريع لقدام وكيو ودبليو ونلف. كنت بدي ادفش لتحت بس طلع اذكى من انه يندفش لتحت، بنضربه هيك نقطع له راسه قطع
وبنروح على النص بشكل سريع، ناخذ اليونيتات وبندفش على التاور، بركي نعمل الفارق. هلا هي الوقت انه نعمل فارق بعدين. لاعب كان على الان مع داريوس بس شكله بيموت، ما بعرف مات. اللاعب ترين بيفوت تحت التاور علي، يعني على تحت التاور طبعا. وبيجي اللاعب ترندل بيدفش اللاعب علي ستار. موت شو ترندل؟ انا قلت ترندل اللاعب ادير. نعم بيجي اللاعب ادير وبيدفش اللاعب علي ستار. انطلق على الرد. ما زالوا هون علقانين. شوف شو عم بيصير. كاسيوبيا عم بيقوى تماتا شوي شوي عبر الوقت بطريقة بطيئة جدا. هات للاسف ما معي مانا لادخل هيك حلقه، بس بدي استعمل السمايت تبعي. يرجع احسن شيء اشتري واجي على الحلقه بقى خلاص. اشترينا ويلا منطلقين باتجاه العلقه. علي ستار شكله عم يموت، وكاسيوبيا شكلها حتموت. نعم بدون ما تاخذ اي كيو. فوتي شكلها من اولها تعبانة. نعمل التيمت هيك. كينن بياخد الكل، انا صار عندي لك سباي. كينن بياخد الكل وكينن ما معه التيمت. ما معه التيمت. انا بفكر كينن حيفوت ويفجر الدنيا بالالتيمت تبعه، بس شكله ما معه التيمت. وبيتي مع لاعب كيت خطير. بيتي اوه بلتقط كينن بين ثريش. يا الله ثريش لما يكون لاعب جيد شو بيكون مؤذي. تورت فوق او تحت بتروح، ما بعرف وين عم بيروح. تورات بكل الاماكن. طلع بشكل سريع، والله شكله بيروح لفوق. كنن جاي لفوق. ممكن يكون هون مثلا. شو مع ايتمات؟ حضل انا عم باخذ البلو بالوقت الحالي لسه. كاسيوبيا ما عندها شيء بالوقت، يعني ضد ترين دميري عم تلعب، يعني هي معرضة للموت. ما في تاور ما في شيء، خليني احاول انا اللي شيل اللعبة يعني شوي. سكوري 4-4-4. سلام. ما زال اللاعب أدير عم بيضغط على النص. فايد يعمل ستان، إن شاء الله يفوتوا عليها تحت التاور. أوه ثلاثة ثلاثة. نعم ثلاثة. مستنى كينن معه ألتيمت. كينن فوت على كيت بشكل سريع وبحاول اقتلها وبرجع. يلا كينن ألتيمت وخذ الكل. ألتيمت وخذ الكل. تأخر كثير، حاول نساعد، رجع لورا، حاول نلقط اللاعب تريندميري، حاول نلقط هذا اللاعب. طبعا كيت ماتت بس ما حدا تاني مات. حاول نلقط اللاعب هذا بعدين بيلتقط معي. بحط شيلد وبيحاول يتحرك بذكاء كثير. ولاعب داريوس عم بيعمل دمج خيالي. طبعا اللاعب أدير ما مات. يا سلام يا أدير. أدير ما مات بشكل خيالي. لاعب جميل جدا، واثق من قوته التانكية العالية. بنحط إشارة على اللاعب ثريش
ومنفوت عليه انا وفين، المفروض انه هو مات، واهم شيء الموضوع انه معه اوراكل، يعني خسر الاوراكل. نعم خسر الاوراكل، هذا الشيء منيح. فين بدها ترجع؟ نرجع شوف في بلو هون بس للتأكد. في بلو، نعم والله، خلينا نجرب ناخذها. كسرها هي، ممكن استفادة. سرقناها وبنهرب، ما بدي اقتل، ما بدي اقتل ابدا، بدي اهرب من هالزاوية وبدي ارجع اشتري. حابب كيت شو ما صار، دمج خيالي، فين دمج قليل. ناخد هاد الايتم وناخد هاد، ننطلق على النص. فريق الخصم من قدمه يعني ضاغط، عم ياخد تورات بالجملة. نعم بالجملة، ودير هلا بالنص، وكيل تحت، نحاول ننقذ اللاعب كينن. نحاول نبطئ اللاعب أودير، بطئ أودير، ضل عم بطئه، بنفوت بألتيمت هيك وبنرجعه لورا، بنقول له وقف عندك، بنحاول نجيبه ما نخليه يهرب، وبضربه هيك وضربه هيك، بحاول نجيبه. الله شلون بيهرب، الله طاقته قليلة كتير، خيالي سرعته خيالية. حاول اضرب اللاعب داريوس بالمقابل، ما في شي بيموت. نعم ما في شي، ندفش داريوس تحت التاور شوي. يلا يا كنن خد دبل كيل ارجوك، خد دبل كيل، فيك تاخدها. هذا من لقيت معي انا، يا الله ما مات ما مات ما مات. وترنت بيجي بياخد كنن شكله، لا والله ما بياخده، ما مات ترندمير، لا ما مات عفوا داريوس. غريب، يا الله على الفريق الخصم شو قوته عالية. نطور الدرع هاد تبعنا بقى، عارف اي ايتم لازم رحله بهالحالات هاي. طيب فريقنا عم بحاول يساوي شي هون. كاسيوبيا عم تكون كتير اجريسيف هجومية، ما لازم تلعب هيك. انا هنطلق لساعدهم بس هي حتموت بهالطريقة هاي باللعب. ترند بالقطة وحيفوت عليها بإي هلا. علي ستار بينقذها لكاسيوبيا، وأنا ححاول أنقذها كمان إذا قدرت طبعا، بس ما بعرف إذا هالشي حيصير ولا لا. وبنطلق بألتيميت وما قدرت، خلاص ما قدرت. بستعمل الألتيميت تبعه ترند مير، وهلا ما صفيان غير داريوس. شلون نلقط داريوس ما بعرف. استعمل السرعة وننطلق باتجاه كيت بأقصى السرعة. تريندمير بيوقفني، ما بيخليني انه اكمل طريقي، وكيت عم تحاول تتوغل. يلا يا علي ستار انطاح، اعمل اي شيء بالعالم. علي ستار بيعمل نطحة حلوة وبياخد كيت، وانا عم بحاول اضرب اللاعب داريوس. داريوس طبعا طاقته خيالية، بسحبنا تحت التاور، برجع لورا بشكل سريع وبهرب بإي لانه حيستعمل الالتيميت علي. برجع بفوت، برجع ما فيني اساوي شيء غير انه انزل لتحت. تعال نشوف هون شو عم بيصير، نحاول نوقف اللاعب أودير. أودير برجع بفوت على هالعلقة هون بكل طمع وجشع، وبحاول بطئه ووقفه عند حده، وبنطلق بأقصى السرعة، ما بدي خليه يهرب هالمرة كمان. بسبقه برجعه لورا، خلاص سبقته ورجعته لورا، دوبلته قلت له وقف على اليمين، حاجتك يا أودير. وفينا ننطلق بسرعة على الدراجون. تريند أودير ميتين. لاعب كاسيوبيا صار بده البلو، لا انا ما عندي مشكله ياخذ البلو اساسا. هي قديش السمايت 820. بناخذ الدراجون وبنفوت على داريوس. داريوس بيستعمل التيمت علي، بحاول اطلع من العلقه ما بقدر، بس داريوس مات بالمقابل وحيموت ثريش، وكنا اخذين الدراجون يعني علقه ممتازه. ثريش لاعب جدا جيد، شوفوا شلون استعمل الفلاش بزاويه ميته. خليته يهرب، يمكن فايني تقدر تقتله بس بدها ضربه. نعم قتلته. فريقنا بعتقد حيقدر يتحكم باللاعب ترند،
ترين بيستعمل التيمت كاسيوبيا، لازم بس ترقص شوي تهرب منه، ترقص بمعنى انه دانس يعني تعمل له محاورة. فين بتاخد كيل، ومع الريد هذا الشيء ممكن يعطيها ادفانتج انه ريد وبلو، انه تقدر تعمل كايت لهذا اللاعب. نطي لهون لهون، لا 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 لهون، هون في كيت، لا ماذا شايفه كيت، من الواضح انه ما لا شايف اللاعب كيت. وبشكل عام ننطلق لهون 18 27، ولكن في بصيص بصيص صغير جدا من الامل بفريقنا. ترين طبعا كثير قوي، بس فريق الخصم عنده يعني بدنا ارمر ضده كثير، بشكل عام بدنا ارمر ضده كثير. قديش صار تمام، كل داون ريدكشن عندي منيح. فريق الخصم فايت من تحت، ما في اي تاور، ما في اي شيء، بفوت على اللاعبه كيت باقصى سرعه ونتفشل لجوا ونقول لها كيت وين وين وين، بدكم انتم اثنين تموتوا على هالفوتة اللي فايتينا، على هالفوتة اللي فايتينا. يعني ما بعرف شو عم تفكروا، ما بعرف شو عم تفكروا، كانه اللعبه سايبه او وهذا اللاعب يحاول يستعمل كل شيء عنده ليهرب، بس ما في، خلاص اخذنا عليه كيل وفينا ننطلق بشكل سريع لهون ضد ثريش. هاي 40 لازم، مزبوط 40، ونروح لهون ناخذ هدول هيك. علي ستار بيجي، برجع بتفوش انا مرة تانية هيك، اخذ الليمت هيك. داريوس هون، انطلق لساعد الفريق. اثيوبيا عم تموت بسرعة خيالية، بحاول ساعد اللاعب كينن، بفوت على داريوس وعلى ترند، وهلا انا عم بحاول ركز على داريوس، ما خليه يهرب ابدا ابدا. وين بدك تهرب يا داريوس؟ لاحقك يعني لاحقك والله. علي ستار بيعمل له دفشه بالراس خياليه بتخدمه، بس بتخدم فايني اكثر شيء لانه هي فين بتاخذ الكل. فينا نفوت على دراجون، بس على بارون، بس خياليه المجازفه حتكون بهالفوته. نعم خياليه، يلا نفوتها وان شاء الله تنجح، ما بعرف حتنجح ولا لا، خياليه الصعوبه. بنشوف شو حيصير. سمايت 880 ممكن يسرقها اودير اذا اجى بفلاش، والله ما بعرف اودير عايش. نعم بنشوف شو بصير. 880 طاقتي عم بتقل، طاقتي عم بتقل. 880 واجا فريق الخصم، وبدي ارجع شوي لورا واقدم لقدام واضرب، واخذت البارون وبرجع، برجع خلاص برجع باقصى سرعه بدون تفكير. بتليبورت هون ان شاء الله ما حدا يجي لعندي. اخذنا بارون، معلش معلش معلش، اخذنا بارون وهذا هو الشيء المطلوب. انا طاقتي قليله ما فيني اساوي الكثير، وبشتري هاي وبشتري هدول وبشتري هاي وبنطلق لانقذ رفقاتي وانقذ الميد بشكل عام، لانه هاد ادير هاي الفكره اللي عم يفكر فيها انه يقتل الميد. بنطلق عليه بالتيميت وما بدي اياه ياذي الميد اكثر من هيك. وليك وعم بفوت ما بيهمه شيء، بس بده ياخذ الميد بدون ما يعمل اي شيء. هلا انا قتلت كل اليونيتات، يعني معناتها التاور صار مندفشه دفشه. مات قبل ما ياخذ التاور، يا سلام. ما نجح انه حتى ياخذ هذا التور بالسرقه. لاعب ترند هون، بحط عليه اشاره وانا اللي فيني بالي بلش عليه العلقه، بعتقد اذا قاتل بحاول اركض عليه واضربه ضربه بقاتلني فعلا. بحط عليه اشاره انه قلت له يا انا اقوى منه، يمكن يمكن انا اقوى منه ما بعرف، وبحاول القطه. تقدم هيك بزاويه، بنضربه هيك ضربه ونفوت على داريوس ونقاتل. هلا هو يمكن يرجع يجي، ما بنعرف، عم نحاول نشوف. بقتل الثريش وبحاول اطلع لفوق اضرب ترند مره ثانيه، بطئه بطئ ترند. ترند بيهرب من العلقه بكل ذكاء، ما عاد صفي حدا من فريق الخصم. يمكن نحن معنا بارون، ميد وذ بارون، نقول لفريقنا انه يروحوا ميد مع البارون باف اللي المباراه اشتعلت، اشتعلت 10 كيلات الفرق، ولكن رجعنا. نعم نحاول نضغط على اللاعب كيت، كيت تعمل ستان خلفي، بيدخل اللاعب ادير، انا بدي ارجع باخذ برحله طاقه كثير هيك ما بمشي الحال. نحاول نضرب شوي هذا حتى لو كان تانك، بس هو الهدف الوحيد يعني متوضع قدامنا. بنأذيه شوي، علي ستار بيرجعه لورا، حاول هيك حاول هيك. علي ستار بحالة سيئة، حاول ندخل لقدام نأذي شوي هيك، حاول حاول حاول. بفوت أدير وبفوت أنا بألتيمت وبرجع لورا بإي، ويلا اقتلوا كيت أرجوكم اقتلوا كيت. برجع بفوت هيك على الزاوية وبرجع بطلع، باخذ شوية ضربات من التور برجع بطلع وبرجع بفوت، وأخذنا كيلين يا سلام.
اخذنا كيلال يا سلام، ومكمل دفشه الميد، كملوا دفشه الميد يا ابطال، رجعوا للمباراه. نعم رجعوا للمباراه. بحاول كفر، بس اعمل كفر، دافع عن اللاعب فين اجى اللاعب كينن على المعركه. طبعا التاور هلا هيك لحاله ما حنقدر نسوي له شيء، فريش بالقط هذا اللاعب، وبيجي تريندميري بقدر ياخذ كيل. نحن بحاجه رفقاتنا اللي هن فوق اللي عم يحاولوا يدفشوا التاور الفوقاني، يحاولوا معلش بس هذا هو يكون املهم او يكون يعني طريقتهم باللعب. انا بحاجه هذا، ما بحاجه البلو كثير، بس فيني اخذها 4% فقط من ما في. نروح معناتها لهون بشكل سريع لناخذ هالكم يونت. دبل كيل لداريوس ما منيح ابدا لانه معنا بارون، يعني ما حتى لو تريبل كيل لداريوس كثير كثير كثير. انطلق على الدراجون بشكل سريع. حاول نقتل الدراجون، شوف الخصم وينه، شو معه هذا التانك كامل. وهي كيت، ما بعتقد حدا حيجي على الدراجون، إذا حدا إجا حأهرب بالألتيميت تبعي بعتقد. حاول آخذ الدراجون، ما معي سمايت بس ما مهم هذا الشيء، أنا عم حاول أجيب مصاري لفريقي، هذا كل شيء عم حاوله بالوقت الحالي، لأنه فريق الخصم ماله موجود. طبعا أدير راكد على النص ليسرق النص، أنا باخذ الدراجون وبرجع على النص، بس بكل الأحوال ما فيني أبدا دافع عن النص لحالي، بدي مساعدة. فين راحت على النص وأنا قربت وصل، ححاول إني أجيب هذا الأيتم وأجيب بوت التسريع وانطلق بأقصى سرعة، نعم أقصى سرعة ممكنة بالعالم. بننطلق وبنط على الأعداء، بنخفف ترند شوي، بنعمل هيك ونعمل التيمت أمامي وبنرجع لورا. طاقات الأعداء كلها قليلة، حاول اهرب وبموت. ترند أميري بيستعمل الألتيمت تبعه ودير طاقته قليلة، بس هدول الاثنين طاقتهم كاملين. وينه علي ستار؟ علي ستار ما بعرف شو عم بيساوي. عنا علي ستار افك ما عم بيلعب، وهذا الشيء بيقضي علينا. ليك ورجع للعب علي ستار، مصيبة. هلا بعد ما اشترينا هدول الايتمات فينا نشتري هيك شيء، نقوي ارمور لانه هن كلياتهم ارمور. هون اللاعب الاي بي تبعنا عم يحاول تقتل اللاعب كيت، بس بيموت وكله بينغر انه يقتل اللاعب ودير. انطلق يا علي ستار، تفشها لكيت، فيك تتفشها، ما تدعس تفشها، تفشها بسرعه، تفشي حلو. را تاخرت، تاخر بالتفشي. فين حتاخذ عليها كيل، بس خلص اخذ الفريق الخصم ال فريق الخصم اخذ الانهيبيتر، وهذا الشيء هو القوه او الافضليه في الخصم. طبعا فين بتموت كمان، بشكل سريع ندافع عن بقى. هلا في عندنا دفش خيالي، فريق الخصم بده يلعب طريقه الباك دور، وباين هذا الشيء من اللاعب ادير اللي كان دائما يحاول انه يعني يسرق التورات، وهو من حقه طبعا. شوف هون اذا في حدا، نتيجة 27-40، رقم خيالي. لا 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 لا، ما بنستحمل كل بهالوقت، ما بنستحمل كل بهالوقت. نرجع ندافع، انطلق، تفشوا لتحت، تمام، استعمل السرعة تبعي ودفشوا هيك لتحت أكثر، خلص لازم. أوه أنقذوا اللاعب، أنقذوا اللاعب فريش، نعم أنقذوا، ما في ما في ما في زاوية للألتي هيك منيحة. فريش بستعمل الألتيمت، نروح على داريوس. داريوس شو هو؟ دمج وتانك مع بعض، اوف تانك، وانا منطلق لعنده، بنقتله انا وهي الاي بي كاري. انطلقنا لعنده باقصى سرعه، بدفشوا بضربوا بطئه، تعال استعمل السرعه تبعه طبعا، شت داون للاي بي كاري. ناخذ اليونيت وهاليونيت، بنروح لهونيك. يا الله الكلات، بدنا ما في غير ندافع، هذا املنا الوحيد، الدفاع ثم الدفاع. حاول نلقط اللاعب ترند، لازم ندافع تحت.
فريق القسم بيحاول يدفش يخلص المباراة. في لاج وليتنسي او شيء. هحط ال اوه هلا استعملت السمايت. لا هلا استعملت السمايت. كيف بدي اروح دافع عن بارون بلا سمايت؟ ما بعرف. بنروح نشوف. بس داريوس ميت. بدي روح، ما في عندي اي حل تاني غير المحاولة. وهي سحر الاي وبنطلق باقصى سرعة وبفوت لجوا وبحاول اعمل شيء. قديش طاقة بارون؟ بارون لسه طاقته مطولة. هي فرصة منيحة لنا لنقاتل. يلا نقتل هذا ثريش نخلص منه. فوت على اللاعبة كيت. بحاول القطه بالزاوية هون بالقطه لكيت. انا هلا ما فيها تقتلني واحدة واحد، ما بعتقد. قتلت لكيت دبل كيل. قتلنا ايس ولا لا؟ ما بعرف. داريوس هون، حاول نلقطه، حاول ساعد رفقاتي وحاول انطلق لعند داريوس وبدفشه وبطئه. وارجوك يا عليستار لا تموت، لا تموت يا عليستار. اودير عم بيعمل باك دور. نعم عم بيعمل باك دور. بده يخلص اللعبة بطريقة يعني مسموح فيها، ما فيها شيء. وبشكل سريع بنرجع لورا وبيخلص اول تاور وبيحاول على ثاني تاور. اللاعبة كاسيوبيا بتقتله، ما بتخليه يعمل اكثر من هيك. التليبورت عندي ما اشتغلت، لو اشتغلت كان مات هذا اللاعب. يا الله اشتري الدرع. حاول ندافع. الانهبيتر نصانية بتعيش. ما بعرف شو الحل. طبعا هذا الايتم فينا نطوره لاي شيء من هدول. انا عم فكر كنت بهاد. كيف بدنا ندافع؟ كيف فرق الكلات اكثر من 12 كان هلا، يعني 12. انهبيتر ريسبونينج. نزل لتحت بشكل سريع. حط الايتم هون. بيجي اللاعب ترند، بنحاول نقتله ونبطئه. نقرب بزاوية ونستعمل رقم 2. بيموت اللاعب ترند قبل ما يستعمل الالتيميت تبعه، وهذا الشيء خيالي ممتاز. نعم وبنحاول نفوت على هدول الاثنين. ما بتزبط الحركة. بحاول القط كيت وبنط عليها بالتي، لأنه هي كيت يا شباب، هي كيت. الايدي كاري، ايدي كاري، الايدي كاري. يلا يلا يا ايدي كاري، يلا يا ايدي كاري، يلا يا ايدي كاري. إذا لقطنا كيت خلاص 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 قلبنا الموازين. اذا لقطنا كيت، انا بحاول ضل على كيت. بتحط تراب هون ما بنشوفه. بركض باقصى سرعه وبنط عليها وببطئها. نعم بطئتها لكيت، بطئتها لكيت. كمان كمان بقرب شوي. هلا في بعتقد فيني اجيبها، ما حدا بده يرم مني بهالزوايا هي. كيت عم بتموت، ننطلق وراها. ويا الله 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 الله، قتلناهم كلهم ما عدا السبورت، وهذا الشيء ما مهم. وبننطلق باقصى سرعه لناخذ انهبيتر. نعم لناخذ انهبيتر. ما بعرف اذا ملحق ناخذها ولا لا، بس انا حاسس انه ملحق ناخذها. نعم وبندفش هون ونفوت على التاور ونفوت على الانهبيتر. عاشوا بلشوا يعيشوا. بس في اثنين. ايه اندت اندت. بنحاول انه نخلصها. في امل انه نخلصها. بنفوت على هدول العالم اللي هون ونحاول نضرب. بحاول انا اضرب التاور بقى، او حاول اضرب ترند ميري والتاور بنفس الوقت بالكيو. وهلا انا واقف عم اضرب التاور، ما عم ركز كثير على الاعداء. وبفوت بالتيمت هيك وبرجع. بس انا عملت الالتيمت للتخويف اكثر ما هو للقتل. بحاول القط اللاعب هذا ادير، ولاعب علي ستار بانقذه من الموت. بضرب التاور بشكل سريع على امل انه نخلصه. خلصنا التاور. هلا عم حاول اقتل البيس، بحاول دمر البيس. ما بعرف اذا حيمشي الحال انه دمر البيس ولا لا. استعمل سحر التبطيء وضل عم ما فيني، ما في امل تموت البيس نهائيا. كثير كثير طاقتها كبيره، ما في لحالي ما فيني اعمل دمج ابدا. طبعا استعملت السحر رقم 2 لبطئهم كلهم سوا. ان شاء الله ما يموت حدا من عنا. لا 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 لا، ما تلطط، ما تموت، ما تموت البطلة، ما تموت البطلة. ما هي في امل على فكرة تقتله، بس بدها مانا. هي ما معها مانا، هذا مشكلتها. فريق الخصم بده يفوت على النص. اشتري هذا الايتم ولا اروح على شيء ثاني؟ بفكر روح على شيء تاني لانه ما عم بيضربوني.
نعم. نروح على هيك شيء. فريق الخصم عم يفوت على الانهيبيترز وانا عم بعيش ونشتري الكسرات وننطلق باقصى سرعه ممكنه بالتاريخ. ويلا لعند كيت. كيت استعمل بارير. بحاول اضربها. بدي كيت، انا بدي كيت. قتلت كيت، قتلت كيت وبحاول القط كمان. بنطلق باقصى سرعه، بنطلق باقصى سرعه. بدي القط تريندميري. تريندميري، هل بجيب تريندميري ولا لا؟ تريندميري بجيبه. نعم بجيبه لتريندميري. بحاول اقرب وبضرب كيو وبضربه وبخلص عليه. بحاول جيب داريوس، بحاول جيب الشامبيون داريوس. هل فيني جيبه ولا لا؟ يلا يا جنجن، يلا يا جنجن، يلا 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 يلا. اسرع 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 اسرع. انطلق 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 جريندايزر. انطلق انطلق. وا وا يا الله الله على هالكل. هلا على البيس، خلاص على البيس، ما عاد بدي شيء غير البيس. ما حقتل الشامبيونات. بيس وكيو على الشامبيونات. نعم. يلا نقتل الثريش. قتلنا ثريش. الله يا جنجن، الله يا جنجن، الله يا هيكا. والله مباريات هيكا، مباريات هيكا ما حدا بيقدر، ما في اثنين بيتخالفوا على جمالية مباريات هيكا. يا الله يا الله على العالم الأخيرة، على خيالية، على لا تصدق كيف هيك لحقنا. وأنا اشتريت، اللي بلاحظها اللي بيحب يعيدها والله بتنعاد أكثر من مرة. وانا عم بعيش اشتريت الكسرات وانطلقت لانه حسيت انه هاي العلقه يمكن تفصل المباراه كلها. والكسرات تعرف تعطيك بوست كتير بالدمج والاتش بي وبالكول داون ريدكشن، يعني بالنسبه لتسريع سحورتك بالنسبه للكسر الازرق. يعني اشتريتهم وانطلقت وشفتوا النتيجه. احيانا بمباريات الرانك بالرابطه البلاتينيه او حتى باي رابطه، قرار صغير انت بتتخذه، بتقول انا هلا بدي فوت، انا هلا بدي اهجم. شوفوا كانت النتيجه، المباراه فيكتوري. المباراه فعلا فريق الخصم كان ربحانه، ولكن هيك ما خذلنا. هيك الشامبيون اللي اثبت لهلا بقناتكم قناه الوان جن جن وان انه مبارياته دائما عم بتكون يعني مثيرة جدا 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 وغير متوقعة نتائجها. طبعا بتمنى تلحقونا على هالروابط الموجودة قدامكم تحت، هي كلها موجودة حتى الروابط تحت المقطع. بتمنى انه تعملوا لايك وفولو وتعملوا شير، اهم شيء على الفيسبوك على اليوتيوب. يعني تقولوا لاصدقائكم خلينا نكبر الكوميونتي تبع المجتمع العربي وننزل مقاطع اكثر وننبسط اكثر ونحاول نعمل هيك افكار لسه بكير عليها، بس نعمل شغلات حلوه ما تحتاج لعدد اكبر بكثير من اللي عنا حاليا. وبتمنى تكونوا استمتعتوا. كان معكم عمر صاحب اي دي الوان جن جن وان، وبشوفكم بحلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.